من المحزن دائماً أن تنفصلوا عن حيواناتكم الأليفة ذات الفراء، لهذا قرر أبطالنا اصطحابهم في رحلة. دعونا نرى ماذا حدث. ها هي أوراقي. أوكي. عظيم، تفضلي. واو، لا أصدق عيني، إنها ليست امرأة، إنها فقط جمال يمشي ونحوي مباشرة. يا لها من فتاة جميلة. الجو حار هنا. ها هو جو السفر وبداخله التذكرة. شكرا. أنا بالتأكيد لست محرومة من انتباه الشباب اليوم. إقامة سعيدة يا شباب، علي الذهاب. لنركض، ربما يمكننا اللحاق بها. هاي، إلى أين؟ أيها الشباب، أروني تذاكركم. وها هي طائرتي. يا لها من فتاة رائعة، ليس مثلي. واو. أخيرا، كم أنا متعبة من السير مع هذه الأشياء. ها هي صغاري الذهبية، افتقدتكم كثيرا. واو، مخادعة. هيا لنسافر يا جمالي. مرحبا، تذكرتك، كل شيء بخير. لكن لسوء الحظ الكلب ممنوع، مع كل الحيوانات أيضا. حسنا، لدي فكرة رائعة، سأضع أرنبي الحبيب هنا وسأبقيه وأخفيه بهذه القبعة. وداعا بوبي، لا تقلق، سيبقى معي. جواز سفرك سيدتي، كل شيء بخير، الآن أتحقق قليلا. ماذا؟ حسنا. الحيوانات ممنوعة على متن الطائرة، لكن لا تقلقي، سينتظرك الحيوان هنا عندما تعودي. مرحبا سيدي، هل يمكنني التحقق من غطاء رأسك؟ لدي خدعة لك، أبراكادابرا. كان هناك جواز سفر، والآن لا شيء. أقدم قبعتي سريعا للتفتيش. غريب، لا شيء، تفضل. وهنا لا شيء. حسنا، تحياتي. تفضل من فضلك. حسنا، لقد تركت أرنبي هناك وحيد. آسف سيدتي، أعرف كيف أساعدك. خدعة صغيرة وصديقك بجوارك مباشرة. الآن سترين، يبدو أنه هنا. ها هو. واو، شكرا. لنرى، كل شيء على ما يرام، تفضلي. نعم، الوثائق مرتبة. نفحص السلة. لا، إنها قطتي. أعرف يا سيدي، هل قيل لك أن لديك ذقنا رائعة؟ هل يمكنني التقاط صور لك؟ حسنا، لم لا؟ لكن انتظري لحظة، أحتاج إلى إصلاح شعري أولا. أنا الآن جاهز. ممتاز، لقد نجحت. الآن الشيء الرئيسي هو الصعود على متن الطائرة. أنا آسفة، علي الذهاب. ما هذا؟ سلة فارغة؟ لا شيء بداخلها. مرحبا، تفضلي بالدخول. حسنا، هذا هو مكاني. الآن يمكننا السماح لك بالخروج يا قطتي. يا لك من لطيفة، هل يمكنني حملها؟ بالطبع. يا لها من قطة جميلة. أوتش، ماذا معي؟ هل هذه حساسية؟ مرحبا، رحلة سعيدة. طاب مساءك، مستنداتك، تفتيش كالعادة. حيوانات لا يوجد، تفضل. لحظة، إنه هامستر. لا استثناءات، الحيوانات ممنوعة على متن الطائرة. هذا مؤسف. قواعد صارمة، بالتأكيد لا يمكن أن يفعلوا ذلك مع الضفدع. أحتاج إلى ابتكار شيء ما. لدي كتاب قرأته بالكامل، مما يعني يمكنني تعديله قليلا. لم أحب هذا الجزء من القصة أبدا. الآن دعونا نضع الضفدع بالداخل. ممتاز، يمكنني الذهاب. ها هي التذاكر الخاصة بي، أيمكنني الدخول؟ مباشرة بعد الفحص. تبدين نظيفة، تفضلي. مرحبا بك على متن الطائرة. وهنا مكاني، سأضع أمتعتي في الأعلى حتى لا تعيق الطريق.
نحن جاهزون للإقلاع؟ أوه، لم يكتشفوا ذلك. كيف حالك يا ساحر الصغير؟ أوه، ما كان ذلك؟ أوه، إنه على رأسي، ساعدوني. مرحبا، ها هي تذكري. كيشا، كيف حالك؟ آسف، لكن كيشا لن تطير إلى أي مكان، على الأقل ليس على متن الطائرة. الحيوانات ممنوعة. أتسمع؟ حيوانات ممنوعة. أوه، لدي فكرة. هيا لنذهب للمساعدة. هذا أفضل بكثير. مرحبا، التذاكر من فضلكم. أي أي، يبدو أن السحلية ذهبت في نزهة. سيدي، هل أنت بخير؟ نعم، كل شيء على ما يرام. لا، هذا لا يطاق، إنها تدغدغ. ما خطبة؟ نعم نعم، تذكر أنك تلدته، أليس كذلك أليكس؟ من الصعب تصديق ذلك. أرني ماذا لديك هناك. كنت أعرف، تحاول اصطحاب الحيوانات. أي؟ انظر ماذا هناك. لقد نظر، هيا لنسرع. ماذا؟ أين ذهبوا؟ نحن لا نعلم. أوه، لقد هربوا. مرحبا، هذه تذكرتي. كل شيء على ما يرام، لكن السمكة لا. لا يمكنك اصطحاب الحيوانات على متن الطائرة. أطلب منك أن تعطيني السمكة وسأعتني بها. هل يجب أن أتخلى عن الثعبان؟ سوف أشتاق إليه. لدي فكرة. تنحوا جانبا، ها هي أوراقي، دعوني أدخل إلى الطائرة. أوكي. وما هذا؟ لا حيوانات على متن الطائرة، ليس في ورديتي. أوبس. كيف تجرؤ؟ من فضلك تفضلي. وها هو مكاني. هل أنا أتخيل أم أن هناك شيء يصفر تحت أذني؟ إنه فقط ثعبان غير ضار. بغض النظر عن مدى صعوبة الانفصال عن حيواناتكم الأليفة، في بعض الأحيان يكون ذلك ضرورياً، لكن كم هو جميل أن تعرفوا أنهم ما زالوا في انتظاركم. لقد كان تحدياً كيفية اصطحاب الحيوانات الأليفة على متن الطائرة. نأمل أنكم أحببتوه. لا تزال هناك مجموعة كاملة من التحديات المثيرة في المستقبل. لا تنسوا الاشتراك والتحقق من قناتنا إذا شعرتم بالملل. دائماً الوقت ممتع معنا.